مرة أنت تترك لك فتشاهد عمراني في صرح معين، بس هو مو أولوية للمواطن. مرة لا، أنت كمسؤول ترى أن هذا العمل محتاج المواطن، أصلاً مسبب له معاناة خدمية معيشية اقتصادية، واجبك الأخلاقي الشرعي أنه تنفذه. أنا من أتكلم عن الخدمات لأن أتحسس المواطن ومعاناته، من أتكلم عن بغداد التي لم تشهد أي مشروع لفك الاختناقات المرورية منذ الثمانينات. خو ما حد أكو واحد يختلف معاي بهذا التشخيص؟ صحيح. ماكو، هذا نفس الشوارع نفس الجسور، والأعداد زايدة تجاوزنا 8 مليون. صحيح. ما نقدر نعيش في هذه الحيز من